الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية المتعلقة بشرح السلم المرونق في علم المنطق، وما زلنا نحوم حول الحمى، وما زلنا نتحدث بالقضايا الأولية والمبدئية المتعلقة بعلم المنطق، ونتحدث بمقدمة الإمام الشارحي، وما زلنا نتحدث في ما يتعلق بالبسملة والحمدلة ونحو ذلك، لأهمية هذا الأمر ولأهمية المقدمات. فمن أراد أن يتعرف على علم من العلوم فعليه أن يحرص على أن يتعرف على مقدمة هذا العلم، لأن المقدمة عبارة عن مفتاح لهذا العلم وعبارة عن باب لهذا العلم يلج من خلاله إلى هذا العلم ويتعرف عليه. وتحدثنا في الدرس السابق عن هذه المعاني وهذه المفردات، واليوم جدير بنا أن نقف على ما يتعلق بالبسملة الشريفة. وكنا قد تحدثنا سابقا وقلنا بأن بسم للاستعانة، والاسم يأتي حينا من السمو أو من السمة وهي الصفة، وفصلنا ذلك وبيناه. ولفظ الجلالة الله، الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق بجميع المحامد. فنقف على هذه المفردات المتعلقة بلفظ الجلالة الله. ويروى بأن سيبويه رحمه الله تعالى رؤيا في المنام، فقيل له: ماذا فعل بك ربك؟ قال: أكرمني أو أحسن إلي وأدخلني الجنة، أو كما قال. قيل له: وما السبب؟ ما العمل الذي كنت تعمله؟ قال: كنت أقول إن لفظ الجلالة الله هو أعرف الأعلام، أعرف علم الأعلام هو لفظ الجلالة الله. ومن هنا يقول العلماء في لفظ الجلالة الله في تعريفه: هو علم على الذات، أي على الذات الإلهية، الواجب الوجود المستحق، أي المستحق للعبادة بجميع المحامدين. والله عز وجل واجب الوجود، وجوده واجب وعدمه مستحيل. ومن ذلك منهم من يقول أيضا إنه علم مشتق، بمعنى أنه يدل على ذات وصفة. فمن قال أنه لا يدل إلا على ذات دون صفة أو على صفة دون ذات فهذا ليس بصحيح، والصحيح إنه علم مشتق وليس بجامد. فالجامد يدل على الذات فقط، والمشتق هو الذي يدل على الذات وعلى الصفة. أما عن مصدر اشتقاقه فإنني وقفت على قول للإمام مقاتل بن سليمان في تفسيره، يقول بأن لفظ الجلالة الله مشتق من الوله، والوله هو أشد الحب أو الطيش، فلأن العقول تطيش حين تتفكر به سمى نفسه بهذا الاسم، اشتقه من هذه الصفة. ومن ذلك قول الله في القرآن عن إبراهيم: إنه أواه منيب. قال كثير التأوه حين يتفكر بذات الله عز وجل وبصفات الله فإن عقله يطيش بذلك. والذات تأتي بمعنى القيام بالنفس، فكل مخلوق يحتاج لمن يقوم به، وكل مخلوق يحتاج لمن يعينه، وكل مخلوق يحتاج لغيره. ولذلك نقول بأن الحادث متغير، والحادث يتغير بما يحدثه به غيره، إلا أن الله عز وجل قائم بذاته وقائم بنفسه، فالله لا يحتاج إلى من يقوم به
أو من يعينه مطلقا وأبدا. وحين يقول علم على الذات الواجب الوجود، نحن ما زلنا نتحدث في لفظ جلالة الله، فهذا يعني كما يقسم العلماء المناطق وعلماء الكلام وغيرهم وعلماء العقيدة، يقسمون الوجوب الوجود إلى وجود واجب، إلى وجود واجب ووجوب ووجود ممتنع ووجود جائز. فهنالك وجود واجب أي يستحيل فيه عدم الوجود، ووجود ممتنع مقيد، ووجود جائز، هنالك شيء يجوز له الوجود ويجوز له العدم، وهذا لا ينطبق على الله تعالى. فالله تعالى إذا أردنا أن نصف الله تعالى فنقول إن الله تعالى موجود، وإن الله تعالى محدث لكل المخلوقات، وإنه هو الحادث لكل هذه المخلوقات. وهذه المخلوقات التي أحدثها الله تعالى نقول عنها موجودة، ولكن هذا الوجود أوجده موجود وهو الله عز وجل. فلذلك الموجودات كلها ترجع إلى الموجود وهو الله تعالى. ولكن علينا أن نعرف بأننا يجب علينا أن نفرق بين موجود مخلوق وبين موجود خالق. فالموجود الخالق هو الذي أوجد الموجود المخلوق، وهذا الموجود المخلوق له حدود وله أول وله آخر. ألا إن الله عز وجل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، ولا نستطيع أن نقول إن لله أول أو إن لله آخر سينتهي به. وهذا الفرق بين الموجود المخلوق والفرق بين الموجود المطلق. علينا أن نعرف بأن هنالك اشتراك، وهذا الاشتراك هو في اللفظ. فنقول الإنسان موجود، ونقول الجبال موجودة، ونقول البحار موجودة، ونقول الله موجود، ولكن هذا الموجود المخلوق هو يضاف إلى من؟ يضاف إلى الموجود الذي أوجده. فالموجود الذي أوجده لا ينتهي، وهذا الموجود ينتهي بأمر الموجود الذي أوجده. وحين نقول واجب الوجود ونعني بذلك الله عز وجل، وهذا أمر متعلق بالله تعالى فقط، وهو أمر خاص به تعالى. فالله تعالى واجب الوجود، وما سوى الله تعالى لا يوجد أي شيء غير الله تعالى واجب الوجود مطلقا وأبدا. ولذلك يقول المناطق يقولون إن الواجب الوجود هو الشيء الذي لا يتصور في العقل عدمه أبدا، أي يمتنع العقل على أن يقول بأن هذا الشيء ليس بموجود. وأضرب مثالا على ذلك، أنت تنظر إلى السماء، تنظر إليها، العقل يقول هذه سماء وهذه سماء موجودة، وأنت عندما يأتي آخر ويقول لك إن هذه السماء قد وجدت بغير موجد لها، فإن هذا يستحيل في العقل، العقل لا يصدق ذلك أبدا. العقل بفطرته يعرف حقائق الأشياء، ألا إن الإنسان والنفس والهوى تجبره على أن يحيد عنها أو على أن يقول خلاف ذلك. فمن كان على الباطل يعرف يقينا بأنه على الباطل، ولكنه إذا تحدث قال أنا على الحق، هذا بلسان جسده، أما بحقيقته بحقيقة عقله بحقيقة قلبه فهو يعرف أنه على الباطل. وكذلك البريء إذا ما أجبر وأكره على أن يعترف بشيء لم يقم به أو بشيء لم يفعله، فإن هذا البريء في قرارة نفسه وفي قرارة قلبه وعقله هو على يقين بأنه بريء وعلى يقين بأنه على حق، ولكن هذا الإكراه الخارجي وهذا الإجبار الخارجي جعله ينطق ويقول بأنني فعلت كذا وكذا وهو لم يفعل كذا وكذا. فلذلك قالوا في مسألة الواجب الوجود، قالوا هو الذي لا يتصور في العقل عدمه، فالعقل لا يتصور عدم وجود الله،
لأن كل هذه الحادثات الكبيرة والعظيمة لا بد لها من موجد، والموجد هو الله عز وجل. وكما قلنا إن الواجب الوجود هو أمر خاص بالله تعالى، أما عن الجائز الوجود فهو خلاف الواجب الوجود، فهو ما يتصور العقل وجوده وعدمه. من الممكن أن تتصور بأن هذا موجود، ومن الممكن أن تتصور بأن هذا عدم ليس بموجود. فأنت مثلا إذا سمعت مثلا صوتا خلف الجدار، فإنك تتصور بأن هنالك شيء موجود، تتصور أن يكون هذا الشيء إنسانا، وتتصور أن يكون هذا الشيء حيوانا، وربما تكون حركة لصخرة خلف الجدار، فيكون كل تصورك خاطئا. ومن الممكن أن تتصور، من الممكن إذا رأيت قارورة كبيرة سوداء لا ترى شيئا من خلالها، فيقال لك هل فيها ماء، فأنت تتصور أن الماء موجود وتتصور أن الماء غير موجود. فالجائز الوجود هو الأمر الذي يمكن أن يتصور العقل وجوده ويمكن أن يتصور العقل عدمه، أما الواجب الوجود وهو خاص بالله تعالى فلا يمكن أن يتصور العقل عدم وجوده أبدا. فعلينا أن نعرف من خلال ذلك بأن كل مخلوق هو جائز الوجود، والخالق واجب الوجود، فقط الخالق وهو الله تعالى هو واجب الوجود، أما كل مخلوق سوى الله عز وجل فهو جائز الوجود، فقد يكون موجودا وقد يكون عدما، أي قد يكون غير موجود. وأيضا عندنا القسم الثالث وهو الممتنع، وهذا الممتنع لا يتصور في العقل وجوده، لا يتصور في العقل وجوده، يعني على العكس التام الكامل للواجب. الواجب لا يتصور في العقل عدمه، أما هذا لا يتصور في العقل وجوده أبدا. مثلا كوجود خالق ثان غير الله عز وجل فيمتنع عقلا، لماذا؟ لأن الله عز وجل ضرب لنا أمثلة في القرآن، وهذه الأمثلة هي أمثلة عقلية قبل أن تكون نقلية، يعني أمثلة الله عز وجل ضرب أمثلة عقلية، لأن هذه المسألة تحديدا يخاطب بها العقل، وهذه المسألة تحديدا يخاطب بها من لا يؤمن بالله عز وجل. أما من يؤمن بوجود الله عز وجل فإنه لا يحتاج إلى الأدلة العقلية، يكفيه قول الله عز وجل في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولد ولم يكن له كفوا أحد، يكفيه ذكر أي آية تدلل على وجود الله عز وجل. ولكن غير المؤمنين فإنه لا يؤمن حتى يسمع إلى دليل عقلي، وهذا من وضع الله تعالى بقلبه نور الهداية فإنه يؤمن بوجود الدليل العقلي، أما هنالك من لا يؤمن حتى وجود الأدلة العقلية، ذلك إن الله تعالى قدر بأن يكونوا من حطب جهنم. فهنا الممتنع الموجود، ونضرب مثالا كوجود خالق ثاني مع الله عز وجل، فلو وجد خالق ثاني مع الله عز وجل طوال هذه الملايين السنين الضوئية أو الزمنية أو التي لا نعرف حدها، لا نعرف متى وجدت الدنيا ولا نعرف متى خلقت الدنيا، لا يعرف بذلك إلا الله عز وجل، وكل الذين يتكلمون بذلك ويقولون بأن الدنيا خلقت قبل كذا مليون سنة وقبل كذا، وهذا كله كلام لا أصل له ولا صحة له، لا يعلم بذلك إلا الله عز وجل. فلو كان في هذه الدنيا خالق غير الله لتقاتل الخالقان، أو لكان لأحدهما سماء زرقاء والآخر حمراء، أو لخلق أحدهما بشرا له أذنين والآخر خلق بشرا له أذن واحدة، أو لخلق أحدهما جنسا أسودا وخلق الآخر جنسا أبيض، أو لخلق أحدهما أناسا طوالا تصل أطوالهم إلى مئات الأمتار وخلق الآخر أناسا قصارا، أي لتباريا ولتجادلا ولتقاتلا، ولكن هذا غير موجود. فإذا يستحيل وجود خالق غير الله تعالى، وهذا ما نطلق عليه بالممتنع الوجود. وهذا الأمر أي الممتنع الوجود هو
يقول عنه علماء المنطق نستطيع أن نقول بأن هذا مشترك بين الخالق وبين المخلوق، يعني في اللفظ. فنقول ممتنع الوجود أي يستحيل وجوده، يستحيل وجود إله ثاني غير الله عز وجل، وكذلك هناك أمور تستحيل بحق الله عز وجل، فيستحيل بحق الله عز وجل عدم الدوام، ويستحيل بحق الله عز وجل أن يكون له أول، ويستحيل بحق الله عز وجل أن يكون له آخر، وما إلى ذلك. مثلا نضرب مثالا كقول أحدهم هذا الدار موجود والله تعالى موجود، لكن وجود الدار سبق بعدم، هذا الدار لم يكن موجودا لكنه أصبح الآن موجودا، أما وجود الله تعالى فلم يسبق بعدم. الدار وجوده مقيد بفترة زمنية وينتهي، كل بناء لا بد أن ينتهي، ولكن الله عز وجل ليس مقيد بفترة زمنية، فالله عز وجل لا فناء له. الدار هنالك موجد مخلوق أوجده، ولكن الله عز وجل لا موجد له، هو الله عز وجل هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. ثم يذكر في ما يتعلق بلفظ جلالة الله عز وجل، وكما قلنا هو يقول بأن الله عز وجل علم على الذات الواجب الوجود المستحق بجميع أو بجميع المحامد. فلفظة المستحق أي المستحق لنفسه لذاته جل وعلا، هو الذي يجعل الاستحقاق، هو الذي يحق الاستحقاق لنفسه. وعندما قال جميع المحامد، وهنا كأنه جمع المحامد المفردة كلها جمعها لله تعالى. ثم بعد ذلك ندخل بقوله تعالى، قلنا تحدثنا في الدرس السابق عن البسملة وما يتعلق بها، واليوم تحدثنا عن لفظ جلالة الله، والآن نتحدث عن صفتان وردتا في البسملة من صفات الله تعالى، وهي صفة الرحمن وصفة الرحيم. وهاتين الصفتين صفتين مشبهتين أو مشبهتان، الرحمن على وزن فعلان وصفة مشبهة، والرحيم على وزن فعيل. والرحمن الرحيم هما من أسماء الله تعالى، هما من أسماء الله تعالى، وهما من صفاته جل وعلا. وهذه صفة الرحمة يقول العلماء والمناطقة هي صفة حقيقية ثابتة لله تعالى، وهي تصف ما يليق به، فالرحمة تليق بالله عز وجل. وحينما تقول الرحمن أي إن الرحمة لازمة لله تعالى، وكذلك الإنعام والإكرام والإحسان، وكل ما يرادف هذه المفردة فهو لازم لله تعالى لا ينفصل عنه أبدا، لازم لله تعالى بإرادته لا بغير إرادته. ولذلك كما قلنا هي صفة حقيقية دالة على الله جل وعلا. وهذه الصفة علينا أن نفهم وعلينا أن نعرف بأن هذه الصفة لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين أبدا، فرحمة المخلوق رحمة لها حدود. ونستطيع أن نضرب مثالا لأعظم رحمة أودعها الله عز وجل في المخلوقات، وهي رحمة الأم بجنينها. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال، أو كما قال، إن الله تعالى خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة على الأرض وأودع 99 منها يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة التي أنزلها الله على الأرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم بها تحن الوحش على أطفالها أو صغارها، والأم على مولودها، ويتراحم بها الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة واحدة من 100 رحمة من رحمات الله تعالى، وحتى العدد
يضرب الله لنا به مثالا ليقرب الأمر إلى عقولنا التي تدرك بأن 100 كثير وواحد قليل، فمن أجل أن تدرك هذه العقول يضرب لنا العدد، وإلا رحمة الله لا حد لها، وفضل الله عز وجل وكرم الله وعطاء الله لا حد له أبدا. ولكن الله عز وجل أراد أن يقرب إلى عقولنا البشرية القاصرة هذه المسألة، وأراد أن يبين لنا بأن هذا القليل، هذا الذي ترونه من الرحمة الموجودة في الخلق ورحمة الأم على أطفالها والوحش على صغارها، كله رحمة واحدة من رحمات الله تعالى. فكيف برحمة الله تعالى كلها، أو كيف برحمة بجزء من رحمة الله تعالى، كيف تكون، كيف يكون حجمها، كيف يكون حالها، كيف يكون شكلها، كيف يكون مقامها، أمر عظيم وكبير لا يعلمه إلا الله تعالى. وهنا نقول بأن رحمة الله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق أبدا، فرحمة الله عامة مطلقة لا أول لها ولا نهاية لها، ولكن رحمة المخلوق مقيدة. وضربنا مثالا في أن أعظم رحمة من رحمات المخلوق هي رحمة الأم على جنينها أو على طفلها وحتى الوحش على صغارها، ولكن هذه الرحمة لها حدود، حتى يوم القيامة يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي، إذا ما جاءت يوم القيامة حتى الأم تترك جنينها والزوجة تترك زوجها، لأن الموقف عظيم. فإذا هذه الرحمة لها حدود، ولها حتى حدود في الدنيا، ربما في الدنيا إنسان يرى بأن هنالك خطرا عظيما، ربما يقدم نفسه على ابنه، وربما يقدم نفسه على زوجته، فإذا هذه الرحمة لها حدود. ألا إن رحمة الله عز وجل لا حد لها ولا أول لها ولا نهاية لها، ولا يعلم كنهها وإدراكها إلا الله تعالى. وقضية الرحمن الرحيم، من العلماء من قال بأن الرحمن أبلغ من الرحيم، ومنهم من قال بأن الرحيم أبلغ من الرحمن. والرحمن باعتبار أنه رحمن لكل الخليقة على الإطلاق، ألا ترى بأنه يرحم الكافر ويرحم المؤمن، ويرزق الفاسق ويرزق الفاجر ويرزق الصادق، ويعطي هذا ويعطي ذاك، ويمد هذا ويمد ذاك، فالكل خلقه، الصغير والكبير والأسود والأبيض والمستحق وغير المستحق. أما الرحيم فهي الرحمة الخاصة، فإن الله عز وجل يرحم عبدا رحمة خاصة، لأنه عبد تقرب إلى الله عز وجل، عبد أحب الله فأحبه الله، عبد له شأن عند الله دون خيره، عبد أحبه الله عز وجل لا لشيء ولا لسبب فيرحمه رحمة خاصة فعلينا. وأيضا منهم من يقول بأن الرحيم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى في القرآن محمد لقول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقالوا الرحيم صفة الله تعالى، ألا إن الله تعالى قد أضفى بصفته هذه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الله تعالى أراد أن يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كل بسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن الأولى والأرجح بأن الرحمن هي الرحمة العامة، والرحيم هي الرحمة الخاصة، وهذه الرحمة الخاصة أول ما تختص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفه بها، ووصف هذا النبي بأنه رحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين. ثم بعد ذلك عادة العلماء الأوائل إنهم إذا ما بدأوا بالشروح وبالمتون وما إلى ذلك، فإنهم يبدأون بالبسملة كما قلنا وبينا، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أجدم أو أبتر أو أقطع في روايات كثيرة. ومنهم من قال بأن هذا الحديث حسن، ومنهم من قال بأن هذا الحديث ضعيف، ولكن القرآن الكريم كله يبدأ إلا بالبسملة، حتى إلا سورة براءة فإنها لا تبدأ بالبسملة، وسورة الفاتحة وهي مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شيء تبدأ بالبسملة. فأخذا من ذلك، أخذا من إن القرآن يبدأ بالبسملة والفاتحة تبدأ بالبسملة،
والحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه حتى وإن كان ضعيفا فإنه يؤخذ به في هذا المقام. ثم بعد ذلك جرت العادة على حمد الله تعالى، وهذه الحمد لله أيضا ذكرنا سابقا وبينا بأنها أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبدأ باسم الله وبحمد الله عز وجل. وأيضا وردت أحاديث تدل على الحمد لله، إن الأمر الذي لا يبدأ بحمد الله أيضا ورد فيه إنه أقطع أو أكثر أو ما إلى ذلك. إذن هذه البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة اتبعها علماء الأمة أخذا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد في اللغة هي الثناء بالجميل على الجميل الاختياري. عندما نقول الثناء بالجميل أي أنك تثني بالجميل، الجميل هو ذكرك الحمد لله على الجميل، على جميل قد جاءك اختيارا، اختيارا لا إجبارا، اختيارا لا إجبارا، اختيارا منك. وهذا يكون على جهة التعظيم للذي أنعم عليك وللذي أكرمك وهو الله عز وجل. أما إذا كان ليس على جهة التعظيم ففي هذه الحالة هذا لا يسمى عند العلماء حمدا وإنما يسمى مدحا. فالفرق بين الحمد والمدح هو إن الحمد يكون ثناء بالجميل على الجميل على جميل اختياري على جهة التعظيم. أما إذا كان ليس على جهة التعظيم، كان خوفا مثلا، كان على سبيل أو على جهة الخوف وليس فيه تعظيم، فهذا ماذا يكون؟ هذا يكون مدحا وليس حمدا. والألف واللام الداخل على، لماذا قلنا الحمد لله ولم نقل حمدا لله؟ أولا نحن قلنا الحمد لله لأن أفضل صيغ الحمد هي هذه الصيغة، وذلك إنها وردت في القرآن الكريم، وذلك إنها أيضا وخصوصا وخاصة وردت في الفاتحة الكريمة الشريفة. وأيضا علينا أن نعرف بأن هذه الأل اختلف العلماء فيها، فهل هي للاستغراق أم إنها للعهد أم إنها للجنس؟ تحدثوا عن ذلك وبينوا وفصلوا في هذه القضية. ولذلك مثلا قالوا هذه أل إذا قلنا للاستغراق فإنه يجب أن يصح حلول لفظ كل محلها، يعني أن نقول هذا حقيقة لا مجاز أن نقول الحمد لله، من الممكن أن نقول كل حمد لله إذا حذفنا الألف واللام وهي للاستغراق تكون كل حمد لله. وتضرب أمثلة على ذلك، ومن ذلك ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. فهنا إن الإنسان إذا حذفنا الألف واللام وقلنا كل إنسان، فهنا هذه الأل تكون للاستغراق، إذا حذفناها من الممكن أن تحل كل محلها. فمثلا إن الإنسان اللي في خسر إلا الذين إلى آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإنسان إذا حذفنا الألف واللام تقول إن كل إنسان اللي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا كما قلنا إننا إذا قلنا الحمد لله وحذفنا الألف واللام فكأن تقدير الكلام فيها باعتبار إن الأل استغرارية، تقدير الكلام فيها كل الحمد أو كل أنواع وأصناف وأشكال الحمد فهي لله تعالى. أما إذا كانت للعهد وليست للاستغراق فبهذه الحالة تعني إن الحمد المعهود الذي حمد الله تعالى به نفسه هو لله تعالى،
والحمد المعهود الذي تعهده الله عز وجل، وحمد به أنبياءه، وحمد به أولياءه، وحمد به أصفياءه، وحمد به صالحين، وحمد به شهداءه، وحمد به المقربون منه، كله مختص بالله عز وجل. ففي هذه الحالة إذا اعتبرنا إن ال هنا استغراقية، أي كل أنواع الحمد لله عز وجل، وإذا اعتبرناها عهدية، أي إن الحمد الذي اختص الله تعالى به نفسه وأنبياءه وأولياءه وصالحيه ومقربيه هو مختص وراجع إلى الله تعالى. أما إذا اعتبرناها للجنس، ومن مقالنا للعهد أو للاستغراق أو للجنس، أي إن سمة الحمد وجنس هذا الحمد وشكل هذا الحمد خاص بمن؟ خاص بالله تعالى. ويلزم من ذلك بأن إفراد الحمد ها هنا خاص بالله عز وجل. وأما إذا كانت للعهد ففي هذه الحالة بأن هذا الحمد يكون خاص بالمعهود له، يكون خاص بالمعهود له. فيجب علينا أن نعرف أن الخلاصة من ذلك إن الله عز وجل يحمد من ذكره ومن تقرب إليه، وهذا حمد الله عز وجل للأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والمقربين والأصفياء. ويجب علينا أن نعرف أن هنالك من الحمد ما هو لغيره، أي لغير الله عز وجل، سواء كانت ال استغراقية أو جنسية أو عادية، فالحمد لجميع أفراده لله عز وجل، وهنالك حمد من المخلوق للمخلوق. وبعض العلماء يقولون بأن الشكر هو شكر على نعمة، والحمد، وهذا صحيح، والحمد يكون على نعمة وعلى غير نعمة. لذلك الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر هو مخصوص، أما الحمد فهو عام وليس بالمخصوص. والله تعالى ورسوله أعلم، ونكتفي بهذا القدر لهذا اليوم بإذن الله تعالى. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.